اسمي مريم حامد فردوس، أنا طبيبة وأول غواصة غاصت في القطب الشمالي وثالث امرأة على مستوى العالم. فلك أن تتخيلي إنه بنت نشأت وترعرعت في المملكة العربية السعودية إن هي تعمل هذا الشيء. أتمنى صراحة إني أكون مصدر لإلهام النساء وخاصة الفتيات، خصوصا الفتيات اللي ما يؤمنوا إنه ممكن المستحيل يقدر البشر يحقق. طبعا انا يعني اتمنى انه هذه البطولات تقام بشكل مستمر بشكل متكرر. دولة فعلا اكيد اللاعبات المشهورات والسيدات اللي جايين من خارج المملكه اكيد كان لهم صعوبات، وكيف هم نجحوا وكلهم انجاز عظيم.